فيري يونيك ايه تارجتنج اوبشنز. حلو، في الاخر بقى ممكن اعمل خطوه ان انا سيف الاودينس دول، اقول له والله سيف بقى دول عشان لما اجي اعمل كامبين ثانيه. اتفضل. لا بص تاني، موضوع السعر وهي الكوست بير كليك كام دي معتمد على ايه؟ ديبندنج على الاودينس ستاك قد ايه، ديفايند ولا مش ديفايند، سعرهم كام. يعني خليني اقول لك ببساطه، عشان توصل تجيب انجيجمنت من شخص عايش في الامارات اغلى بكتير قوي ما تجيبه ايه في مصر. اليو اس اغلى 10 مرات مثلا من مصر. طيب يعني في كاتيجوري، يعني لو انا عندي 4 ايفنتس قبل كده، لو اخترت عاوز الاودينس يجي لي من واحد هي هي ما فيهاش مشكله. اوكي، مش التكلفه مش معتمده على الكومبينيشن اوف انتس بتاعتك خالص. اوكي، معتمده على حاجات ثانيه. طبعا ممكن تعتمد على الكومبينيشن اوف انتس لو انت ايه، لو انت حركت الجير ده، لو الجير ده اتحرك نقدر نقول بقى ساعتها تو براد هيجيب لك ناس الكوسبر كليك بتاعهم او الكوسبر انجيجمنت بتاعهم قليل بس الريليفنت. اوكي، لو تو سبيسيفيك هيجيب لك الناس دي فعلا تو سبيسيفيك، الناس دي ممكن تبقى بيينج كاستمرز، الناس دي ممكن تيجي الايفنت بس السعر هيبقى عالي. اوكي، وقلنا مهم قوي ان انا سيف الاودينس، لو الاودينس ده مهم بالنسبه لي مهم قوي ان انا ايه اسيف الاودينس، فبيزيكلي بدوس سيف وبعدين بكتب الاودينس نيم. اوكي، وكليك سيف بيسيف الاودينس. اوكي، فور ناو مش محتاجين نعمل له سيف. طيب بليسمنتس، يعني ايه بقى بليسمنتس؟ يعني عايز الاد يران فين. فانا عندي تو اوبشنز في موضوع البليسمنتس ده، يا اما اوتوماتيك يعني من الاخر ليت فيسبوك ديسايد. اوكي، خلي فيسبوك يقرر هو يحط لك الاد فين، فهو في الاوتوماتيك بيعمل ايه؟ بيحط في كل حته صح؟ اوكي، انليس ان الاد بتاعك السيت اب او نوع الكامبين مش بتماتش حاجه معينه. اوكي، لو دوسنا ايه البليسمنتس هتلاقي والله ان احنا عندنا كاتيجوريز كبيره، حاجه اسمها فيسبوك فعايزه يطلع على فيسبوك وانستجرام واودينس نتورك. ايه بقى الاودينس نتورك دي بقى؟ حد عارف حاجه؟ وماسنجر. اها اتفضل. كويس، طيب ناخدهم واحده واحده. فيسبوك هيطلع على فيسبوك. اوكي، انستغرام على انستغرام، على الماسنجر يطلع في ماسنجر ادز زي ما قلناها، ادز توديك على ايه، على الماسنجر. دايما مش كل الادز بتاعتك بتبقى ايه كومباربل مع الايه، مع الماسنجر ادز، فدايما البليسمنت ده انت محتاج تعمل له شويه سبيسيفيك تايب اوف ادز. فعشان كده اهو يعني اكسبكت ان انت تلاقي علامه ايه غلط في بقى مشكله، ده محتاجين نظبط الاول الاوبجكتيف الكرييتيف بتاع الاد ليه سيت اب معين يعني، فمش عايزين نخش فيه دلوقتي، فخلينا في باقي الحاجات. طيب اندر فيسبوك هتلاقي بقى اكتر من اوبشن، فعندك اول حاجه اسمها فيدز. فيدز دي اللي هي ايه؟ ان هي النيوز فيد بيزيكلي، فانت كده مختار ان الاد بتاعك يظهر للناس للتارجت اودينس دول فين؟ في النيوز فيد زائد الانستنت ارتكلز. ايه الانستنت ارتكلز دي بقى؟ دلوقتي حد فيكم كان بيستخدم فيسبوك زمان لما كان بيدوس على ارتكل بيعمل ايه؟ على الموبايل بيفتح ويب سايت دلوقتي في البراوزر. بيفتح في سفاري او سو ايفر البراوزر اللي عندك. دلوقتي بيفتح فين؟ في نفس الابلكيشن دي اسمها انستنت ارتكلز. اوكي، فانت ممكن جوه الانستنت ارتكلز دي تحط الاعلان بتاعك، فاتس نايس بليسمنت يعني. اوكي، مفهومه؟ كل الناس فاهمه؟ حد فاهم حاجه؟ اوكي كويس. ان ستريم فيديوز، والفيديو شغال تطلع انت في الايه، في الفيديو زي اعلانات اليوتيوب كده، موجود زيها برده في الفيسبوك. اوكي، رايت كولم، لو وقفت على اي اد من دول هيقول لك هو ايه، فهيجيب لك بريفيو كده شكله عامل ازاي. فتعالى كده واحده واحده. اوكي، فدي الايه الانستنت ارتكل، فبيبان لك جواها الايه الاد. حد خد باله؟ نرجع تاني ركزوا كده على البريفيو. فهو والله ده كانت الارتكل فتحت في الفيسبوك، فالاد بتاعك بقى يبقى موجود هنا. اوكي، فا اتس نايس بليسمنت يعني. رايت كولم وايه وسجستد فيديوز، لما بتخلص الفيديو دلوقتي زي اليوتيوب برده على فيسبوك بيعمل ايه؟ بيقول لك واتش نيكست، فيجيب لك ايه شويه اقتراحات كده للفيديوز ممكن تطلع برده ايه فيها بالظبط زي ما ده حاصله. اوكي، فده الايه الحاجات اللي بعده. ده بقى هيبقى ديبند، يعني لو انا اصلا البوست بتاعي مش فيديو مش هي السجست يعني الاوبشن ده مش هيطلع لي او هيبقى ديبند يعني. ممكن لا، يعني لو انت عامله فيديو كونتنت هيطلع، لو الكونتنت بتاعت مش فيديو فالاوبشن ده مش هيبقى ابليكابل. اي ثينك ات ديبندز يعني. مش متاكد برسي، مش متاكد بس منطقي. لا انا فاهم، انا بس بقول لك انه ايه لما تيجي تفكري يعني دي صح، بس لما تيجي تفكري في حاجه زي دي تاني خليكي دايما عندك انسرتينتي كده. ما تيجي نشوف يعني، دايما يا جماعه الاتيتيود بتاعكم ما تيجي نشوف يعني، مش عارفين اي حاجه زي ما قلت لكم بالظبط.
انا مش عارف الاوبجكتيف اسمه انجيجمنت ده اسمه ايه، هنعمل ايه، هنقف على الاكسكليميشن مارك هيبان لنا الاوبجكتيف. فدايما خلوا الاتيتيود بتاعكم تورز الحاجات دي ايه، تعال نجرب ونشوف بالظبط. اوكي سواء بقى يعني بلاش تاسيوم حاجه من دماغك لان ممكن ما تطلعش هي دي اللي موجوده فتمس اوبورتونيتي معينه. اوكي طيب فنيجي للانستغرام بقى. الانستغرام عندنا حاجتين مين اللي هم ايه كلنا نقدر نجس، هم ايه الفيد والستوريز. فانا والله يا اما على الانستغرام فيدز عاديه وانا بسكرول، يا اما ايه يعمل لك ستوري اوف يور اد يطلع في الستوريز. اوكي كل الناس مركزه، كل واخد باله كويس قوي. في الاودينس نتورك بقى، ايه هي الاودينس نتورك؟ بيسبريد يور ادز في كمان النتورك بتاعت الاودينس، مش بس على فيسبوك، كمان الايه النتورك بتاعه الاودينس كمان، يعني مش بس البليسمنتس اللي انت مختارها، كمان الاودينس دول عندهم نتورك معينه ممكن تحط الادز بقى في الفيديوز بتاعتهم، في الريوردد فيديوز بتاعتهم، في نيتف بانرز ممكن تحطها في بانرز اند سو اون. اوكي فده برده ده اكسبانشن معين لو عايز تعمل ايه تسبريد الورد اباوت الايه. طيب جميل قوي انك تخلي كل البليسمنتس دي معاك لو انت بتعمل اويرنس، حلو انا عايز اطلع في كل حته لكل الناس اند سو اون. بس لو انا بعمل كونسيدريشن لا ممكن بقى اجيب ثوت كده اشوف والله ايه البليسمنتس الاهم بالنسبه لي، ايه الحاجات اللي ممكن يكون ملهاش لازمه، انا عايز اروح انستغرام. يعني انستغرام مشهور جدا ان هو فيري جود فور فيزيبيليتي، الفيزيبيليتي على الانستغرام عاليه جدا، فانا ممكن لو انا عايز فيزيبيليتي وعايز براندنج اعمل انستغرام اكاونت، بس ضعيف جدا في الكونفرجن في مصر، انا بتكلم على مصر. اوكي رحمكم الله، ضعيف قوي في الايه في الكونفرجنز. فلو انا عايز اجيب والله كونفرجنز، عايز اجيب حتى ريفيرلز ترافيك للويب سايت بتاعي، انستغرام مايت نوت بي ايه ذا بيست اوبشن. بس هتلاقي مثلا فيسبوك نيوز فيد احسن، هتلاقي انستنت ارتكلز لطيف، بانر ادز كويسه، فيديو ادز ممكن تبقى حلوه. فدايما ايه فكر في كل بليسمنت من دول انت عايز تعمل ايه. اوكي بس لو انا عايز فيزيبيليتي يبقى انستغرام از بيرفكت اوبشن. اوكي لو انا الحاجه بتاعتي مرتبطه اكتر بالارت، مرتبطه بحاجه فيجوال، لو انا كل البرودكتس بتاعتي مش برودكتس هي عباره عن شوز، ما عباره عن فيديوز، عباره عن صور، عباره عن بينتينجز، عباره عن حاجات كده، انستغرام از فيري يعني مور ذان بيرفكت للحاجات دي. انستغرام حلو جدا في ده، ليه؟ لان انستغرام البيهافير بتاع اليوزرز بتوعه هو ايه، الناس دي مستنيه تشوف مستنيه تشوف فيجوالز، مستنيه تشوف صور، مستنيه تشوف الوان كولرز، مستنيه تشوف فيديوز. اوكي يا جماعه الصوت المايك. اوكي كويس. الماسنجر ادز زي ما قلنا، الماسنجر ادز دي بليسمنت برضو شويه سوفيستيكيتد، خليني اقول لكم ان هي مش احسن بليسمنت موجود دلوقتي سكسسفل. الفيسبوك لسه دي من الحاجات الجديده اللي معموله، ففيسبوك لسه بيجربها، فاي دونت ريكومند ان احنا ايه نعمل ماسنجر ادز دلوقتي لو احنا معانا تايت بادجت، ولو احنا برضو بنتكلم في حاجات اكتر كلها فيزيبيليتي. يعني زي ما انا فاهم كلنا معظمنا شغال في حاجات ما محتاج لناها فيزيبيليتي اكتر من اي حاجه ثاني، صح؟ فدايما جو وذ الايه الفيد ادز وانستغرام ادز اند سو اون. اوكي فنختار البليسمنتس مانوال او اوتوماتيك. اوكي فخلينا نجو فور اوتوماتيك ما دام احنا مش عايزين نغير حاجه، فوالله اوتوماتيك. بس في اوبشن ثاني كده في الايديت بليسمنتس ان هو بيقول لك ديفايسز، كل الديفايسز ولا انت عايزهم على الموبايل بس ولا على الديسكتوب بس. ده مهم قوي بقى، لو انت بتعمل موبايل ابلكيشن يبقى انهي انسب؟ على الموبايل. طب لو انت ادركت ان اليوزرز بتوعك كلهم بيشوفوا الكونتنت بتاعك على الموبايل مش على الديسكتوب، ممكن تعمل ده. طب خليني اسالك سؤال، لو انت عامل نفسك فيديو عندك اعلان للايفنت، فعامل اعلان تو فيديوز، واحد فيديو 3 4 دقايق اوكي، وعامل شورت فيرجن برومو اوكي اتس سمارت واللونج فيديو للايه للديسكتوب، ممكن تعمل حاجات كده. فالاوبشنز دي كلها برده ممكن تساعدك ان انت ايه توبتمايز في الكوست، بدل ما تحط لونج فيديو على الموبايل وتصرف عليه فلوس يروح للناس على الموبايل والناس ما تشوفوش، لان انت عارف البيهافير بتاع الاودينس دول مش هيشوفوا لونج فيديو على الموبايل. معظم الناس ما بتشوفش لونج فيديوز على الموبايل يا جماعه، النسبه الاكبر لو انا عايز اشوف فيديو بقى كبير بعمل ايه؟ بفتح الكمبيوتر وايه واشوفه بالظبط. فممكن تعمل كده فور بيتر اوبتمايزيشن. لو مش فارقه معاك خلاص اوتوماتيك وهو ايه هيتصرف، يعني ميك شور ان هو يعني بي شور ان هو هيتصرف ما تقلقوش. اوكي طيب المرحله اللي بعد كده يبقى احنا خلاص عملنا الاوبجكتيف، عملنا الاودينس، عملنا البليسمنتس، بعد كده ايه خلاص بقى اخر مرحله بيقول لك ايه هتدفع كام وعايز اشتغل قد ايه. مهم قوي ده، ودي الغلطه فيها بايه بفور، هقول لكم بقى الغلطات الاكسبكتد في الحته دي ايه. ان انا اجي كده اول حاجه انا مش واخد بالي منها، انا عايز الاعلان بتاعي يبقى البادجت بتاعه كام، معاك كام؟ 500 جنيه. كويس اول غلطه مكتوب جنبها ايه ديلي بادجت،
هيصرف كل يوم 500 جنيه. فمحتاج قوي تفرق ما بين انت عايز تصرف كام كل يوم وعايز البادجت كلها تبقى كام. على فكره دي غلطه كومن جدا ان انت تبقى حاطط 500 جنيه على الكامبين تبص بعد 3 ايام تلاقيها صرفت 1500 جنيه. ليه؟ انت حاطط ديلي بادجت نسيت تغيرها لايه؟ للايف تايم. لايف تايم يعني ايه؟ لللايف تايم بتاعت الاد انا عايز اصرف 500 جنيه. اه كده ده مهم. طب هل فيسبوك مديك حاجه تتاكد بيها من ده؟ اه في لاين لطيف قوي كده فيسبوك ايه بيقول لك والله اه اهو انت الاد بتاعك هيرام من امتى لامتى هتصرف كام. فقبل ما تخرج من الويند دي لو سمحت اقرا ده ما تكسلش. اقرا ده عشان ايه؟ انت حاطط التاريخ صح. خليني برده اقول لك على مصيبه تانية. طب انا حطيت ديلي بادجت انا عارف ان انا عايز اصرف كام؟ 50 جنيه. اوكي هقول لكم الغلطه ممكن تيجي ازاي. هصرف 50 جنيه كل يوم انا عايزه من يوم 14 ليوم من يوم 14 ليوم 19. كويس كده اخترت كام يوم؟ حوالي 7 ايام او من 14 5 ايام من 14 19 5 ايام. لا والحقيقه انت ما اخترتش 5 ايام. لما تيجي تقرا بقى انت هتصرف كام هتلاقي رقم كبير قوي. هتصرف 1800 جنيه عشان انت اخترت 36 يوم. ليه؟ لا باي ديفولت هو الفيسبوك بيديك شهر بعدها فانا اخترت 14 12 بس هو ايه دي 19 1 19 يناير. فانا كده هرام من 14 ديسمبر ل 19 يناير 36 يوم. خد بالك برده ان هو ايه تختار اليومين في نفس الشهر لو انت عايز 5 ايام. فالحل في الموضوع ده اعمل اللي تعمله هنا بس لو سمحت اقرا الايه بس هو طلعش تاكد ان البادجت هي اللي انت حاططها وعدد الايام هو اللي انت عايزه. كويس دلوقتي الفيسبوك باي ديفولت لما تيجي تستارت اكامبين اوكي فتعالوا ناخد نرجعه تاني الديفولت بتاعه. انت دلوقتي بتقول سيت ستارت اند اند الديفولت بتاعه قايل لك ايه النهارده كام 14 فبيحط ايه بيأسيوم انت هترن فور 1 مانث فحاطط لك 14 واحد. كويس انت مش عايز تشغله في شهر فهتعمل ايه هتسيب دي 14 زي ما هي وتقول والله ايه انا عايز اشغله لحد يوم 20 فتختار من هنا يوم 20. بس اللي انت هتنسى تعمله بقى ايه انت هتنسى ترجع لديسمبر هو عامل يناير انت هتنسى ترجع لديسمبر كده وتختار 20. يعني ده معناه ان انا بكون عايز مده معينه هو اوريدي هو اداني شهر ده من عنده هو بيأسيوم انت ديفولت هو في الاخر لازم يحط لك ستارت اند اند ديت فهو قال لك والله خلاص ستارت النهارده الاند بعد شهر انت عايز تخليها امتى فتقول لا انا عايزها 5 ايام. هو ليه هو انا محددها 5 ايام هو ليه لا هو مش قبل ما انت تحددي هو بيأسيوم انه شهر ده اسامش اوكي فيقول لك والله شهر ولا انت عايزه كام ممكن تعمله 6 شهور ممكن تعمله 4 ايام بس خدي بالك اه غيري الشهر بقى يعني الكومنت هنا ان انت ايه دايما لو انا دلوقتي في يناير الاند ديت هيبقى في ايه في فبراير 1 فبراير صح كده فاخد بالي بقى ان انا هحط هقول والله انا عايزه من 1 يناير ل 5 يناير لما اجي اختار الاند ديت ابقى واخد بالي ان هي فبراير فلو اخترت 5 فانا كده ايه قعدت شهر و5 ايام مش بس 5 ايام بس هي دي غلطه كومن شويه فانت يعني اقرا لو سمحت الايه اللاين ده. عندي سؤال بس اتفضل. انت بتتكلم يعني انت خالص بتقول ان انت لو زودت التكست شويه ففيسبوك بيعلي عليك السعر وكده انا شايف ان احنا كده بنحدد السعر. حلو جدا. هل احنا جينا للتكست احنا قلنا ايه التكست ده فين في الكونتنت الفورمات والتكست في الاد اما نيجي للاد بقى هقول لك بالظبط ايه اللي بيحصل. اوكي تاني حاجه دي البادجت مش السعر. خد بالك دي يا جماعه البادجت مش السعر معناه ايه؟ معناه ان انا والله هصرف 100 جنيه في اليوم ال 100 جنيه دول بقى هيجيبوا لي 50 لايك ولا 100 لايك؟ ده السعر. فلو 100 جنيه جابوا لي 100 لايك يبقى هو حاسبني على اللايك بكام؟ بجنيه. لو ال 100 جنيه دول جابوا لي 50 لايك يبقى هو حاسبني ايه؟ بس ده اللي انت تقصده بقى. هو ممكن انت بتديه البادجت تقول له اصرف لي 100 جنيه في اليوم ال 100 جنيه دي بقى هو هيحاسبك كام بير لايك او بير انجيجمنت او بير اكوزيشن او بير كليك صح؟ هيحاسبك بير يونت يعني بير ريزلت بكام؟ فهو ده السعر اللي هو هيلعب فيه مش البادجت. البادجت براحتك. انا بحدد انا الميزانيه عايز اسيبها بالظبط بس انت اللي هتحدد. هو مش بيحدد براحته هو بيحدد يو تو ايه قد ايه انت بروفيشنال قد ايه انت متارجت الاودينس صح قد ايه الكونتنت بتاعك حلو قد ايه الكونتنت ده ريليفنت قد ايه التايمنج بتاعك مظبوط كل دي حاجات هو بيشوفها فوالله بيقول اه انت عشان كل ده مظبوط فانت الكوست بير كليك بتاعك قليل. ليه؟ الكونتنت بتاعك سو ريليفنت للايه؟ للاودينس. فوالله يا الاودينس دول انا الفيسبوك كفيسبوك انا احب الناس دي ايه يعني الفيسبوك ايه كل هدفه في الدنيا مش ان اليوزر يشوف الكونتنت اللي هو عايزه. فطول ما الكونتنت انت بتبعت له طول ما اليوزر انت بتبعت له ريليفنت كونتنت كل ما الفيسبوك ايه هيشجع ده صح. ليه؟ عشان فور ذا بنفيت اوف ذا يوزر ان هو يجي له كونتنت ريليفنت. لما انت عايز اعمل بقى كونتنت مش ريليفنت وبتحاول تفورسد بالايه بالفلوس ماشي هنوديه بس برده ايه اتس نوت ذا بيست بيهافير ان انا از ا يوزر يجي لي كونتنت ايه مش ريليفنت فتقعد تبعت لي كونتنت لا فحاسبك اكتر عشان توصل لناس اقل. طب انا ببقى موافقه كده ولا ممكن يكون ليا اختيار تاني؟ يعني ايه موافقه؟ يعني هو بيحدد
يعني انا مش قادر افهم السؤال. بصي الموضوع بيمشي ازاي، انت بتحطي بادجت وبتحاولي تعملي احسن اعلان ممكن صح؟ هو دلوقتي بيبعت الاعلان للناس، اوكي، بيبعت الاعلان لبسمه، بيبعت الاعلان لجون، بيبعت الاعلان لنانسي. والله جون وبسمه ونانسي ما حدش فيهم بص للاعلان ده، فالاعلان ده مش ريليفنت ليهم. طب نعمل ايه؟ مش انت اللي بتحددي ولا هو بيحدد، هي الناس اللي بتحدد. لو ناس قررت ما ترسبوندش للاد بتاعك، ما تتفاعلش مع الاد بتاعك، معنى كده الاد بتاعك وحش ولا حلو؟ هو ملوش دعوه الاد بتاعك وحش ولا حلو، مين اللي بيحدد؟ الناس. فاكوردنج بقى لليوزر بيتصرفوا، اليوزرز بيتصرفوا ازاي، والله بيديكي سكور، حاجه اسمها ريليفنس سكور هنشوفه دلوقتي. فوالله لو انت الريليفنس سكور بتاعك قليل، معنى كده ان ايه؟ بور كواليتي. يا اما انت متارجت ناس غلط، يا اما الاعلان بتاعك وحش، يا اما التايمنج بتاعك وحش، يا اما البروبوزيشن او الاوفر بتاعك وحش، الايفنت بتاعك وحش، في حاجه مش مظبوطه صح؟ فانت تبدا بقى تغير هنا. انما لو انت والله عامل دلوقتي، تعال نتخيل انا دلوقتي لو في الصيف عامل رحله للنوبه تاني، عامل رحله للنوبه تاني في الصيف، ولا في الشتاء عامل رحله للنوبه لطلبه الجامعه وعليها اوفر هايل جدا، لا سو ريليفنت. لو انا عامل عرض مسرحي للناس اللي بتحب المسرح في وقت مثلا بالليل بعد الشغل، فانا متاكد الناس دي ايه؟ فاضيه؟ لا خلاص سو ريليفنت. الفيسبوك مش هيبلوكت، يعني خدي بالك الفيسبوك ملوش مصلحه ان هو ايه؟ يعطلك اعلان. ده بالعكس مصلحه الفيسبوك ان الاعلان بتاعك ينجح. ليه بقى؟ عشان تعلني تاني بالظبط، هتدفعي فلوس تاني بالظبط. فهو بيشجع جدا ايه؟ الاد بالظبط. فهو بيسبورت، يقعد يديكي انسايتس بقى، حسني ايه، اعملي ايه، كل ده هو ليه؟ هو عايز يبوش ان الاعلان بتاعك ينجح. هو الفيسبوك بيبعتلي اصلا على مين زي دليل كل شويه، مش على كده بقى، ادله كده غريبه جدا بتفيد بعد كده. ادله فين؟ على الموضوع الات، بيبعتلي اصلا ثلاث ادله على الميل؟ اه بيقول لك الاب بتاعك مش بيرفورمنج كويس، ممكن تعدل صح؟ اه ممكن الاد بتاعك يبرفورم اكتر، بيبعت لك فعلا نوتيفيكيشنز. دي مثلا السيزون بتاع كريسماس، واو، ممكن تقعد تشتغل عليه. انتوا ناس محترمه قوي، ميرسي والله، انتوا ناس محترمه جدا. طب خد دول. اوكي، فهو يعني فمصلحته جدا ان هو ينجح الايه؟ الاد. اوكي خلاص، واضح يا جماعه بنحدد البادجت والسكادول. طيب تعالوا ناخد بقى الديفرنت اوبشنز. كله مركز معايا ولا في حد بيرغي ورا؟ في حد بيرغي ورا. المهم طيب، فانت عندك تو اوبشنز، يا ديلي بادجت يا لايف تايم بادجت. اوكي، فديلي بادجت لو انت والله عايز الكامبين بتاعتك انت عارف عندك بادجت بير داي، او لو انت عندك ايفنت. انا وقال والله الماركتنج بادجت بتاعت الايفنت دي بتاعتي 1000 جنيه، فانا ممكن اعمل ايه؟ اقول والله اللايف تايم بادجت انا عايز احط 1000 جنيه. انما لو انا والله لسه مش راسي قوي على البادجت، اقول خلاص والله انا هصرف في اليوم 50 جنيه لحد ايه؟ ما نشوف هيحصل ايه. اوكي، فانت ممكن تحدد يا ديلي بادجت يا لايف تايم. عندك برده تو اوبشنز في موضوع السكيدول، التايمنج او التايم بتاع الاد بتاعك، يا اما ران كونتينوسلي، الاد يران على طول اوكي من غير ما يقف، يعني يبقى اون جوينج اد، انت مش بتحط له اند ديت، يعني من الاخر بتقول لي فيسبوك كده الاد ده يفضل شغال لحد ما انا اجي اوقفه. ده خطر شويه، لو انت شخص مشغول ده خطر. ليه؟ ممكن ايه؟ تنسى توقفه، فالاد ايه ان شاء الله. فانت الاحسن الاوبشن اللي انا بفضله ان انت ايه، معلش حط اند ديت، ولما الاد يقف ابقى شغله تاني لو انت عايز، ممكن تشغله تاني. اوكي، ده اضمن لو انت شخص مشغول عندك تايت بادجت اند سو اون. انما لو انت الاد ده مش مشكله، انت بتفولو اب كل يوم، او عندك حد اكزيكتيف شغال على ده، خلاص انت عارف ان هو ايه هيتشيك كل يوم اند سو اون، فتحط ستارت اند ديت زي ما قلنا. فوالله بتقول والله هاند يوم 20، فانا هشتغل فور 6 دايز وهصرف 594 جنيه. اوكي، ده عشان هصرف 99 جنيه في اليوم، فال 599 جنيه دي 100 جنيه في اليوم، فانا اصرف 600 جنيه. معنى كده، معنى كده ايه؟ معنى كده ان ما ينفعش يعدي الست ايام والاقي الفيسبوك ايه صارف 300 جنيه. دي حالات نادره شويه، ممكن نتكلم عنها في الاخر. ساعات الفيسبوك فعلا تدي له 1000 جنيه تلاقيه صارف لك 200 جنيه، بس دي حاله نادره ويبقى في مشكله في السيت اب اللي انت عامله. اوكي، بس دايما لما بتحط فيسبوك بادجت هو بيميك شور ان هو يصرفها كلها. ليه؟ مش انا عايز يبعزق فلوسك، بس عشان عايز ايه؟ يجيب لك بيست ريزلتس. فانت حاطط له بادجت فبيحاول ايه؟ يجيب لك احسن حاجه بالبادجت اللي انت حاططها دي. اوكي كويس، على العكس من جوجل باي ذا واي. جوجل ما بيعملش كده بقى، جوجل بيعمل توتال اوبوزيت. لما تحط له بادجت هو بيرن الكامبين وممكن يصرف اقل منها ويرجع لك الباقي عادي. طيب في ادفانسد اوبشنز بقى ممكن اخش فيها ممكن ما اخش فيها، بس تعالوا ناخد فكره عنها. اوبتمايزيشن فور دليفري، والله انت بتقول لي فيسبوك انا عايز الدليفري بتاعي يبقى اوبتمايزد فور ايه؟ يعني ايه اوبتمايزد؟ يعني يا فيسبوك وري الاد ده للناس اكتر اللي موست لايكلي هات انجيج،
ولا عامل لي امبريشنز؟ يعني ايه امبريشنز؟ يعني وري الاد ده للناس اللي بتعمل امبريشنز كتير، ولا ديلي يونيك ريتش؟ ديلي يونيك ريتش يعني ايه بقى؟ ويل ديليفر يور اد تو بيبل اب تو وانس بير داي. حلوه دي قوي لو انت معاك ايه تايت بادجت وبتعمل تيستينج. فانت البرودكت بتاعك انت مش عايز تصرف فلوس، مثلا انا عايز اوري الاد البسمه، بس انا مش عايز اصرف فلوس. لو وريت الاسم البسمه الاد مرتين او ثلاث مرات في اليوم هصرف كام امبريشن؟ فهصرف هتشوفها ثلاث مرات، يبقى انا هدفع 8-3 امبريشنز. انا عندي ليميتد بادجت، فانا اقول والله خلاص انا عايز اوريها لها مره بس في اليوم، فابقى ضامن انه ايه وانس بير يوزر. انا كل يوزر هيجي له الاد مره واحده كل ايه كل يوم. دايما الناس لو انت عامل انجيجمنت اد فده يور بيست اوبشن يعني اقدر بقى يعني، او لو انت مش عايز توبتمايز فور انجيجمنت ممكن توبتمايز فور امبريشنز. دي يونيك يوزرز دي برده ليها ايه يونيك سيتويشنز، مش دايما بنعمل. اوكي الكلام واضح ولا حد عنده سؤال؟ كويس. البيد اماونت، خلينا بقى اسالك سؤال مهم. الفيسبوك بيحدد السعر على اساس ايه؟ ده سؤال فلسفي بقى ممكن نقعد نتكلم فيه نص ساعه. انا دلوقتي عندي شويه ناس يوزرز وعندي شويه ناس ادفيرتايزرز، ناس عايز تعلن. ازاي انا هسعر؟ هقول والله انا اوصل للشخص الامبريشن بتاعته بجنيه او بنص جنيه، بناء على ايه؟ حسب المنتج اللي معلن عنه، حسب الشركه اللي هتقدم الاعلان. كويس، ليه تقول ده مهم؟ بس تعالي بقى بصي من وجهه نظر فيسبوك. فانا لو هبص على كام منتج، هم كام منتج ممكن يبقوا وصلوا مليون منتج مثلا في العالم، صح؟ كام يوزر؟ 2 مليار. طيب حسب بقى، لو هقول والله انا لو حاحت عايش في الزمالك ممكن يبقى ايه اوصل الاعلان، بس ده يبقى ايه اغلى شويه من واحد لو عايش فين؟ في المهندسين مثلا او في نيه نصر. طب يبقى حسب اللوكيشن. فانا هدخل في حسبتي البرودكت لو ممكن يبقى 1000 مليون، هدخل في حسبتي اللوكيشنز، هدخل في حسبتي ايه تاني؟ الجنسيه. ممكن الشخص ده والله اقول لو انا بتارجت مثلا حد في امريكا، فالامريكا ده واضح ان هو البرسيستنج باور بتاعته اعلى، بيدفع فلوس اكتر ان ريتيرن اوف سيرفيس، غير لما تارجت حد مثلا في افريقيا في دوله افقر شويه، صح؟ فدخل جوه مصر نفسه جوه كايرو، دي هتفرق مع فيسبوك. يعني خلينا نتكلم في المفهوم ان جنرال. فان جنرال هلاقي ان انا عشان لو انا فيسبوك لو عايز حد السعر، لا يعني اتس فيري بقى امبوسيبل، يعني صعب جدا ادخل في حسبتي كل ده وابدا ايه اطلع لك بقى سعر. اقول والله خلاص فلان ده بكذا، فلان ده بكذا، الاريا دي بكذا، الناس دي بكذا، صح؟ فاسهل حاجه يقدر يعملها هو ايه؟ ببساطه اسهل حاجه يقدر يعملها ان هو يسيبك انت تحدد السعر. يعني ليه بقى ليه انا اسعر لما ممكن اسيب الناس تتخانق على السعر؟ فالنهارده مروان هيدخل يحط جنيه، انا عايز ادفع جنيه للامبريشن في الحته الفلانيه. ايفون هتدخل تدفع 2 جنيه، مين بيدنج؟ بالظبط بيدنج يعني مزاد، فهو فتحها مزاد، قال لك والله انا تعب نفسي ليه واحدد؟ لان خدوا بالكم لو انا ببيع ورد في موسم الفالنتاين غير لو انا ببيع ورد ايه في الصيف، صح؟ لو انا ببيع هدايا عيد ام او يعني هدايا للامهات في عيد الام غير لو انا ببيع هدايا امهات فين في العادي، صح؟ لو انا ببيع فرنتشر في موسم الجواز غير لو ببيع فرنتشر في اي وقت تاني، فبرضه يدخل فيها سيزونز وتايم. ايه في موسم جواز طبعا، فكمان الموضوع يخضع لايه؟ لانت في انهي وقت في السنه. طب هل موسم الهدايا في مصر هو موسم الهدايا في امريكا؟ لا. الموضوع هيبقى فيري كومبليكيتد، مش تخيلين يعني كومبليكيشنز عامله ازاي. فاسهل حاجه انه ايه خلاص والله هي الناس تتخانق، هو الاريا دي في 1000 واحد عايز يعلن، كل واحد بيحط سعر غير التاني، اللي حط اكتر هيطلع، اللي حط اقل بالظبط، اللي حط اكتر بيوصل ناس اكتر، اللي حط اقل بايه، فهو بيدنج سيستم. اوكي فهو الفيسبوك بيسعر كده. ذاتس واي بقى انت ممكن فيسبوك يحاسبك على سعر عالي، ممكن يحاسبك على سعر واطي. ليه؟ لو انت التارجت جروب بتاعك مثلا طلبه الجامعه، تخيل في كام حد في مصر عايز يوصل لتارجت الشريحه دي، مستهدفه من كام معلن وكام شركه وكام برودكت؟ كتير جدا، صح؟ فناس كتير قوي، فواضح ان الشريحه دي ايه مستهدفه جدا. اوكي فواضح انه والله لو انا النهارده انا شاب طالب جامعه، هشوف النهارده 20 اعلان في اليوم، انا بفتح الفيسبوك مثلا ساعتين، في الساعتين دول بيجي لي تقريبا 20 اعلان، وفي 400 واحد عايز يعلن، مين في 400 دول يطلع بقى؟ مين ال 20 اللي في 400 دول يطلعوا؟ اللي دافعين فلوس اكتر والكواليتي بتاعتهم احسن. فهتلاقي برده انه ايه هي الموضوع كومبليكيتد على كده، بحاول ابسطه بس هي بتمشي كده. فلما نيجي بقى على البيد اماونت دي، في تو اوبشنز، يا اما والله فيسبوك يقول لك شوف انت عايز تدفع كام براحتك مانوال، انت والله هتدفع كام بير امبريشن، كام بير كليك، انت البادجت بتاعك تسمح بكام، فخلاص هو مش هيزيد عن دي، انت هتقول له والله انا عايز اجيب كليك بجنيه، خلاص هو هيجيبها لك بجنيه. اوكي او تقول له اوتوماتيك هو بيعمل ايه بقى؟ بيقرر لك والله هو بيظبط لك بقى فلوسك على الديوريشن عشان يجيب لك احسن ريزلت ممكن. اوكي بس لو انت عندك فعلا بادجت سبيسيفيك قوي، يبقى المانيوال ايه
مهم، انا عايز ادفع ال1000 جنيه دي عشان عايز اجيب كام، عايز اجيب 1000 ريسبونس للايفنت، ما ينفعش مديري هينفخني يعني، هتلاقي بقى ايه، فلازم خلاص مانوال حط الريسبونس بجنيه هجيب 1000 ريسبونس فور شور. اوكي بس انما اوتوماتيك ده طبعا اللي الناس معظم الناس بتايه بتجو فور ات. نصيحتي ما تحاولش تلعب في دي الا لو انت بقى ايه عندك فيري سوفيستيكيتد كامبين. اوكي يعني دي انا في شغلي مثلا بعملها 20% بس من الوقت، 80% من الوقت بنستخدم اوتوماتيك. في بقى سيرتن كامبينز بتبقى محتاج فيها تخش في الايه تلعب في المانوال بيت. بس لو انت راجل عندك فضول اتفضل. بس البيت ده بيتم فقط مع الاعلانات اللي هي متشابهه، مثلا انا بعمل حاجه كل الاعلانات وصلوا تدريب فندق، ولا هيكون مثلا تدريب فندق برودكتس بتاع. تعال فكر فيها من ناحيه تانية، انا اليوزر، انا هيفرق لي بيجي لي اعلان النهارده بتاع فنادق ولا بيجي لي اعلان بتاع مكرونه؟ صح. ففي الاخر هو اليوزر هيجي له عدد من الاعلانات نو ماتر بقى الاعلانات دي في انهي اندستري. صح. يبقى البيدنج ده معناه ايه؟ خلاص بقى كل الناس بتخانق على حضرتك، كل الناس عايز توصل لايه لحضرتك. يعني حضرتك بتشتري حاجات في السوبر ماركت، بتشتري حاجات لعربيتك، بتشتري حاجات لبيتك، فانت بتعمل اكتر من اكتيفيتي، فكل الاندستريز دي انت داخل فيها، فاي معلن هيجي لك انت في الاخر، فانت وقتك ليميتد وكلهم بيحاولوا ايه ياخدوا جزء من وقتك. اوكي فانو ماتر بقى هم في انهي اندستري هم بيعملوا ايه، في الاخر البيدنج بيتم على وقتك مين يعني. اوكي فلو انت راجل فضولي عايز تعرف والله لو حطيت مانوال بيد هيبقى حوالي كام بقى، فلو دوسنا مانوال هنا هنلاقي الفيسبوك بيديك معلومه مهمه جدا. هو بيلود دلوقتي يقول لك بص بيقترح عليك ان البيد اللي تحطه يكون 2 جنيه و42 قرش بير ايه بير انجيجمنت. يعني هو بيقول لك والله تقريبا البيد اللي انت هتحطه لو حطه مانوال حطه ايه 2 جنيه و42 قرش. ليه؟ لان الافريج بيد اللي موجود دلوقتي على نفس التارجت اودينس بير انجيجمنت الناس بتبيد من جنيه و70 قرش ل 3 جنيه و80 قرش. مش هايس ده كده في النص. يعني برضو it's not too smart ان انت تبوت the highest. ليه؟ انت كده تدفع غالي قوي. اه هتريتش بس تدفع غالي جدا. ليه؟ انت ممكن تدفع اقل لانه في اوقات مفيش معلنين كتير فانت ممكن توصل لنفس الشخص بفلوس اقل. صح؟ فانت حط حاجة في النص. فهو الله بيقول لك البيد، فانت بس لو عندك فضول تعرف والله البيد على كام النهاردة او البيد على كام على الناس دي تدوس مانيوال بس وشوفها ايه. بعد ما تشوف كده لو سمحت ارجع اوتوماتيك تاني، متحاولش تلعب في الموضوع ده عشان ايه مش حلو. اوكي كونتينيو. عندنا تو ديليفري تايبس، تو اوبشنز، يا اما ستاندرد يا اما اكسلريتد. يعني لو الايفنت بتاعي بعد بكره وعايز اوصل لاسرع عدد من الناس فبقول للفيسبوك والله اكسلريت الاد، اوصل لازماني او يعني اوصل لاز للاودينس از كويكلي از بوسبل، اوصل بسرعه. اوكي في ستاندرد بقى ان هو ايه يقسم الايه الترافيك بتاعك على الديوريشن، ما فيهوش مشكله. ماشي هو بتقول ازماني بوسبل يعني هو الاول يبوش اسرع من وبعد كده يقلب ولا ايه؟ يبوش اسرع بالظبط، يبوش اسرع في الاول وبعدين عادي بالظبط، هي اكسلريت كل حاجه. اوكي فانت برضو ايه جو فور ستاندرد الا لو انت عندك ايه حاجه معينه تحصل. يعني لو عندك ايفنت وانت بتعمل از والايفنت النهارده الكامبين بتاعت النهارده بقى ممكن تبقى ايه اكسلريتد كامبين عشان تنجز الايفنت النهارده بالليل يعني. اوكي لو عندك اوفر برضو ممكن تعمل اكسلريتد كامبين، اوفر هيكسباير بلاك فرايداي اوفر فور 1 داي اعمله اكسلريتد عشان انا مش شغال على طول. اوكي بنبدا بقى ان ايدنتيفاي الايه الاعلان نفسه، فنخش في الحته بتاعه الاد ده الفيسبوك. والله عشان احنا مختارين انجيجمنت ادز بيقول لك والله في تو اوبشنز، هتكرييت نيو اد ولا هتستخدم بوست موجود. فانت والله لو عندك بوست عايز تحط عليه تران عليه الكامبين دي فخلاص يوز اكزيستنج وهتلاقي البوست بتاعتك ليست فيها كل البوست فتختار البوست اللي انت عايزه، او لو انت ايه عايز تكرييت ا نيو بوست من الاول. اوكي في حالتنا دي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا لسه عاملين حاجة على كانفا عايزين ايه نعمل لها. ممكن ندوس على يوز اكزيستنج هيجيب لي ايه فوق الورد بتاعتي يعني. هوريكي بالظبط ايه اللي بيجي. فانت يوز اكزيستنج بتقول بيقول لك اول حاجة اختار البيج، لو انت ادمن على اكتر من بيج بيقول لك البيج ايه. فخلاص دي بيج انوفيتي. اوكي بيقول لك والله انستجرام اكونت بتاع البيج دي اسمه ايه. فهتقول له كمان والله لو عندك انستجرام اكونت قول له انستجرام، لو ما عندكش طب هل لو ما عندكش مش هنران على انستجرام؟ بيران ازاي بقى؟ بيدايركت على حاجه ثانيه اللي انا عايزاها. لا بيعمل لك زي فيرتشوال اكاونت كده، صوره نفس الصوره بتاعت فيسبوك نفس الاسم بتاع فيسبوك والاد يظهر بالظبط، ملوش بقى ملوش انستغرام بروفايل بس بيران. اوكي اوكي فبيجيب لك والله اهو دي ليست كده اوف يور بوست، بتدوس هنا كده بيطلع لك كل البوست اللي على الوول عندك بتختار البوست اللي انت عايزه وايه تقول والله هو ده اللي انا هعمل عليه الكامبين. اوكي طيب فاحنا هنختار كرييت نيو اد، يقول لك والله البيج هي ادي البيج
وملهاش انستجرام اكاونت فاستخدم يعني اي انستجرام اكاونت موجود. طب لو انا مش عايز ارن على انستجرام اعمل ايه؟ ارجع البليسمنتس انا تشيك انستجرام بالظبط انا تشيك انستجرام وايه ورن لا فساعتها مش هيظهر لي بقى الاوبشن بتاع انستجرام بيج ده. اوكي طيب عندي الفورمات في ثلاثه ديفرنت فورماتس. لو انت عايزه سنجل ايمج لو انت لو انت البوست بتاعك عباره عن صوره وتكست زي اللي احنا عملناه من شويه ده احنا عملنا صوره على كانفا وهنكتب عليها شويه تكست او لو انت عندك فيديو او لو انت عندك سلايد شو. سلايد شو ده بقى حلو جدا ليه؟ كم حد فينا بيعمل سلايد شوز؟ كويس قوي. سلايد شو ده ايه؟ بتقول له والله خد مجموعه الصور دي على فيسبوك اعمل بيها فيديو ببساطه تدي له صور هو يعمل لك فيديو. طب ليه بيعمل كده؟ لان زي ما اتكلمنا امبارح الفيديو كونتنت هو ايه اهم حاجه. فانت والله لو عندك شويه صور بس انت مش عارف تعمل فيديوز انت معكش بادجت تعمل فيديوز انت مش اكسبرت في ده ممكن هو ايه يعمل لك فيديو اوف الايه الصور اللي انت عملتها لنفس بقى التارجت جروب بنفس البليسمنت بنفس البادجت بنفس السكادول. انا هعمل اكتر من اعلان. فور اكزامبل انا دلوقتي بتارجت الناس اللي مهتمه بالميوزيكلز والارتستيك ايفنتس اند سو اون. كويس الناس دي والله هحط لها والله اد بيتكلم عن بيرفورمانس بتاع النهارده او بتاع النهارده يعني اد بيتكلم عن البيرفورمانس بتاع الاسبوع الجاي واد بيتكلم عن البيرفورمانس الشهر الجاي او اد والله الثلاثه بيتكلموا عن نفس البيرفورمانس مظبوط او بكلم الثلاثه ادز بيتكلموا عن نفس الشو بس اد والله انا حاطط فيه صوره اوكي اد ثاني عامل فيديو برومو للشو اد ثالث حاطط مجموعه صور بتقلب سلايدز فشوف والله احسن فورمات للاد هي ايه. اوكي كله فاهم الحته دي يا جماعه ولا حد متلخبط؟ كويس قوي. فانا اختار سنجل ايمج اوكي وبعدين هاجي والله بيقول لي ايه انت عندك في اللايبرري حاجه ولا تابلود صوره ولا فري ستوك ايمجز. لو انا لسه ما عملتش ديزاين ممكن استخدم ستوك ايمجز دي صور كده ستوك الفيسبوك بيديها لك. لو انت عندك حاجه للبيزنس ماشي ممكن تسيرش لو قلت له مثلا ايه ارت هيديني برده سام فوتوز كويس فاه مثلا عندي ارت جاليري فدي صوره حلوه الووتر مارك دي هتتشال يعني ما تقلقوش اوكي فدي صوره حلوه. او لو مش عايز اعمل كده كل اللي انا هعمله ان انا هعمل ايه هعمل اد سوري هعمل براوز او هعمل ابلود نيو فوتو بس كده انا رحت فين. اوكي فهقفل دي وابلود صوره من عندي. اوكي ففي الحاله دي انا عندي صوره اللي عملناها على كانفا مش فاكر سيفتها ولا لا بس اني واي يعني فهتختار الصوره اللي انت عملتها على كانفا وتابلودت وبعدين تبدا تنتر التكست. خلينا نختار اي صوره فور ناو يعني لحد ما نشوف ايمج بس ايمجز يعني احنا كانفا واحنا بنصمم كان في اوبشن نحط بي دي اف لا لا بي دي اف لا طب صعب. تعال خلينا انا هعمل الصوره دي مثلا اوكي لو تخيلنا ده الديزاين بتاعي فانا حلو بقى هنا ان هو ايه دايما الفيسبوك بيديك يا جماعه ركزوا دايما الفيسبوك بيديك ايه بيديك بريفيو للايه للاد قبل ما يطلع عشان برضه تبقى شايف شكل الاد هيبقى عامل ازاي. طب شكل الاد على الموبايل طب شكله على الديسكتوب عامل ازاي تدوس هنا كده يقول لك والله على الفيتشر فون على الديسكتوب في الانستنت ارتكل هيبقى عامل ازاي في الفيديو هيبقى عامل ازاي فممكن تشوف شكل اعلانك على كل بليسمنت انت اخترته. فانا والله لو عايز اشوف شكل اعلان على انستغرام هيبقى طالع شكله عامل كده شكل الاعلان على النيوز فيد هيبقى طالع عامل كده على الموبايل اوكي طيب وتبدا بقى تنتر تكست. فانا عندي تكست في الكونتنت بقى تبدا تقول تكست والله فانا اقول مثلا ايه سيف يعني مثلا الصوره دي فيها قلب اوكي فممكن نعمل ايه تكست هنا بقى براحتنا نكتب اللي انت عايزه اوكي مثلا انقذ مرضى القلب اوكي فتعمل بقى اي تكست انت عايزه. بعدين في كول تو اكشن. كول تو اكشن ده معناه ايه بقى؟ كول تو اكشن ده بوتن كده بينزل تحت الاد زرار الناس ممكن تدوس عليه اوكي فلما تدوس عليه يروحوا لحته معينه اوكي ففي ليرن مور او شوب ناو او سند مسج فده برده شويه حاجات كول تو اكشنز نايس كول تو اكشن. ليه كول تو اكشن مهم؟ لانك بتوجه الاودينس المفروض يعمل ايه دلوقتي كويس. فانا دلوقتي قلت للاودينس يا جماعه انا دلوقتي عندي حمله عندي شو طب اعمل ايه بقى؟ احجز ولا المفروض اكلمك في التليفون ولا المفروض اجي ولا فور فري؟ فانت ممكن تعمل له ايه بقى؟ كول تو اكشن نايس كول تو اكشن تقول له ايه؟ ليرن مور فانت والله هتدوس هنا عشان تعرف اكتر فيوديني على الايفنت يوديني على البيج يوديني على الويب سايت يوديني على اي حته اوكي؟ فممكن تعمل كول تو اكشن. كول تو اكشن حلو جدا ان هو ايه؟
بيعرف الناس واتس نيكست، انت عايز منه ايه، ايه الاكشن المطلوب. فده بيفرق جدا في ايه، بيحسن طبعا التفاعل كمان. اوكي، فتحط كول تو اكشن مثلا ليرن مور، ازاي ينقذ مرضى القلب مثلا، فيقول لك والله هنا حط لي بقى ويب سايت يو ار ال، الويب سايت ايه. اوكي، فاحط انهي ويب سايت، الكول تو اكشن ده لما ادوس عليه، البوتن ده لما ادوس عليه هروح فين. فتعال نختار مثلا ايجيبت انوفيت كورسز، اي ويب سايت من اللي موجودين. فبقى ده شكل الاعلان، ادي اسم البيج، ادي الهيدلاين، ادي البوتن، وادي الصوره، وادي الايه التكست. طبعا تقدر تغير في التكست زي ما انت عايزك، تقدر تغير في الايه في الهيدلاين والكول تو اكشن. فتيجي نغير في الهيدلاين بقى، ممكن نكتب اي حاجه فين في الهيدلاين بقى، ممكن نغير ده عشان انجيجمنت بوست، ده عشان هعمل بوست مش هعمل اي نوع اد تاني. فالهيدلاين بيبقى، هل في بوست بيبقى فيه هيدلاين يا جماعه؟ عمرك شفت هيدلاين في بوست؟ دايما بيبقى لينك صح اللي هيدلاين، فده انجيجمنت بوست. لو انا عامل لينك يوديني ترافيك هيبقى فيه هيدلاين اقدر العب فيه. اوكي، فده بوست. فاللي احنا عايزين نعمله بقى دلوقتي ان احنا نعمل ايه، نحط نرفع الديزاينز اللي عملناها هنا، نعمل بوست، نسيت اب كامبين ونحط الكونتنت هو ايه. وبعدين نعمل حاجه لطيفه قوي، ان احنا قبل ما نران الكامبين نريفيو الايه الاوبشن ده. لطيف، يا ريت كلنا نريفيو الكامبين قبل ما ايه، بيوريك والله الكامبين كان اسمها كذا، الادس اسمها كذا، الاودينس هم هتصرف كام، هترن وقت قد ايه، البيدنج عامل ازاي، هتدفع لايه، وايه الفيجوال بتاعك، وايه التكست بتاعك. فوالله تمام، بتقول له كونفيرم، او لو عايز تعدل حاجه بتقول له كلوز، ترجع ايه تعدل. واضح؟ كله واضح يا جماعه ولا لا؟ نقدر نعمل كده؟ اوكي؟ طيب الهدف بقى من الوركشوب اللي جايه دي، ان احنا كلنا نبدا نعمل ده. كل واحد هيقابله سؤال وهو بيرن الكامبين. يعني انا متخيل مثلا مجموعه اسئله رهيبه الفتره الجايه، ليه؟ كل واحد هيقابله سؤال وهو بيحاول ايه؟ يبني الكامبين. حد مش عارف يتارجت ناس معينه، حد بيعمل تارجتنج بس الاودينس تو براد، حد الاودينس ثاني تو سبيسيفيك، مش عارف يحط بادجت قد ايه، السكادول مش ظابط، الانجيجمنت مش حلو. كل الاسئله، مش عارف يابلود الصوره، مش عارف يكتب تكست عليها كويس، كل الحاجات دي. فانا مستني منكم اسئله. فالهدف النص ساعه اللي جايه ان انتوا تجربوا تعملوا كل ده بايديكم، عشان تسالوا وتعرفوا اكتر وننجيج مع بعض اكتر في الحته دي، فتعلموا اكتر هاو تو ران بقى فيسبوك كامبين بايديكم. طيب السؤال بقى المنطقي هنا، نجيب ده منين صح؟ نفتح ده منين؟ ده سؤال مهم صح. فلو انت على فيسبوك، من الدروب داون منيو اللي فوق دي هتدوس عليها وتختار كرييت ادز. بسيطه يا جماعه، انت افتح الفيسبوك بتاعك، في سهم كده على اليمين فوق صح، اللي بتلوج اوت منه مظبوط، هتلاقي فيه كرييت ادز، تدوس عليها يوديك فين؟ في الادز كرييشن ايه جاي، بس كده. حلو جدا انت قلت الموضوع ده حاجه مهمه جدا يا جماعه لازم ناخد بالنا منها. هي ايه بقى؟ كم حد فينا بيعمل ادز بالطريقه ان هو يخش على الصفحه او البيج بتاعته ويقوم دايس كده يلاقي كلمه بوست او عمل اعلان، يقوم دايس عليها وايه ويحط بادجت وبتاع. دي كويسه جدا، بس فيها مشكله واحده. انت لما بتعمل كده فيسبوك بيعمل ايه؟ اوتوماتيك بيحط لك اودينس، الاودينس بتاعك اوتوماتيك بيحطهم من 18 سنه ل 65 سنه. لا انت ممكن تغيرهم كل ايدج رينج، حتى لما ماشي غيرهم، بس هل في كاستمايزيشن زي ما احنا مشينا مع بعض كده؟ طبعا. فانت في حاجات كتير قوي في النص هو بيعمل ايه؟ حطها اوتوماتيك اوتوماتيك اسامبشن اسامبشن. انت مش عايز تعمل كده، يعني محتاج تعدي على حاجات كتير قوي عشان تقدر تعمل ده. الاعلان بتاعي زي ما انا عايز طبعا. بالظبط. مشكله ثانيه بقى في الباك اند، لما تخش بقى الادز مانجر لو انت تعمل الشغلانه دي كتير، كل ما هتيجي تبوست بوست الفيسبوك هيعمل ايه بقى؟ حاجه مهمه جدا احنا اتكلمنا عنها. لا مش هيسال على حاجه خالص، هي المشكله ان هو مش هيسال. فان هو هيعمل ايه بقى؟ هيقوم لوحده هيفترض كامبين وليها اسم، والواحد هيحط تحت الكامبين دي اد سيت وليها اسم. ما انت الحاجات دي بقى مفيش وقت تعملها صح. في حاجه اوحش من كده، احنا بنعمل ده من على الموبايل كمان مش على الديسكتوب. فمن الموبايل بتبوست دان خلاص، وتحت الاد سيت دي هيحط لك الايه الاد وليه اسم. حلو لحد هنا مفيش مشكله، هو اسيوم الكلام ده كله. حاجه بقى مشكله ثانيه، لما تيجي تبوست انذر بوست هيعمل ايه؟ هل هحطهم تحت نفس الكامبين؟ هيعمل كامبين جديد وليها اسم تاني واد سيت تاني. فلو عملت كده 30 بوست هتخش بقى الادز مانجر عشان تشوف انهي بوست شغال احسن من حاجه، مش هتلاقي اي حاجه انت عارف تشوفها. اوكي، كل بوست في كامبين لوحده، مش هتعرف تمونيتور، مش هتعرف تانلايز. مشكله كبيره كمان انه مش هتعرف تاديت، يعني في حاجات معينه مش هتعرف تعمل لها اديتنج بعد كده. زي ايه؟ انك لما بتعمل بوستنج، هل الفيسبوك بيسالك ده ديلي بادجت ولا لايف تايم بادجت؟ لا، بيقول لك انت عايز تدفع كام صح؟
تقول له والله هدفع 500 جنيه في وقت 5 ايام صح؟ لما اجي بقى عايز ادجست ده انا قررت ادفع والله بدل 500 جنيه عايز اخليهم 50 جنيه في اليوم لمده اطول مش هتعرف تقلد دي من جوه. لا تعرف تقلد الديوريشن على اللايف تايم بادجت بس ما تعرفش تحولها لديلي بادجت. فده هيحطك دايما في تراب ايه؟ كل ما تيجي تزود فلوس على الاعلان ده لازم ايه؟ تعمل ديوريشن اعلى وتروح. انما لو عملتها ديلي ويران اون جوينج اسهل بكتير. يعني بيبقى فيه شويه ليميتيشنز كده. اوكي؟ نقدر نبدا ولا ايه؟ كلنا يا جماعه عملنا كامبين هسال اسئله وتجاوبوا عليا اه او لا وكلنا مع بعض اوكي؟ كل واحد حط اوبجيكتيف ولا لا؟ مش سامع اه كل واحد حط اوبجيكتيف ولا لا؟ كل واحد عمل اد سيت ولا لا؟ كلنا عملنا فورم اد فورمات ولا لا؟ ايه الاد فورمات؟ سنجل ايمج؟ حد عمل كاروسيل؟ كاروسيل؟ حد عمل فيديو؟ اوكي؟ كلنا كتبنا تكست على على الادز ولا لا؟ كام واحد عمل ريفيو للكامبين قبل ما يعمل رن؟ كلنا عملنا ريفيو صح؟ ديلي بادجت ولا لايف تايم؟ ديلي. كويس، اللي عمل ديلي عمل ديلي ليه؟ عشان كنت عايز بس يعني هو اعلان بالنسبه لي لمده يوم واحد ده ديد لاين. اوكي كويس قوي. اللي عمل لايف تايم طيب عمل لايف تايم ليه؟ لايف تايم بادجت ليه؟ ايفون اوكي بليمتد دايز بس ليه ما اخترتيه؟ يعني لو انا اللايف تايم بادجت بتاعتي 500 جنيه ليه ما عملته في 5 ايام؟ ليه ما عملتوش 100 بير داي لمده 5 ايام؟ مش فارقه ده اللي احنا بنقول بقى ان هي مش فارقه. المهم انت في الاخر اختار الاوبشن اللي سوت يو بيتر. فور مي ديلي بادجت بتبقى احسن. ليه بقى؟ لان تعال تخيل دلوقتي انا عندي كامبين عايز اران الكامبين دي اكتر من مره. فلو حطيت لايف تايم بادجت حط 500 جنيه لمده 5 ايام قررت اران الكامبين دي لسبعة ايام كمان بس عايز اصرف 50 جنيه في اليوم فاعمل ايه؟ هقول والله 500 اللي صرفتهم قبل كده زائد 7 ايام في 50 جنيه ب 350 جنيه فاللايف تايم بادجت الجديده المفروض تبقى كام؟ 850 جنيه وترن لسبعة ايام. فاهمين حاجه؟ فهو يطرح اللي صرفهم. ممكن كمان الاعلان يجيب النتيجه اللي انا عاوزها من اول اليوم. يعني دي شويه رير بس يعني اه يعني ممكن بس شويه رير بس حتى لو لايف تايم انت برده بقى ايه قسم يعني. فدايما ديلي بادجت اسهل لايه؟ فور رانينج اند اوبتمايزيشن. يعني دايما اه لو انا عايز بقى ران فور اكسترا 2 دايز مش محتاج اقعد احسب الحسبه بتاعت كام في اليوم في كام يوم زياده وتشال منه قد ايه فلوس فالتوتال عامل ازاي. فاهمين؟ فدايما لو هو ديلي خلاص هابديت بس سكادول هيرن على طول. اوكي فديلي بادجت دايما هو ماي بريفيرد يعني اوبشن. كويس حد عنده اسئله؟ حد واجهه اي مشاكل؟ اتفضل. لا اسئله في الموضوع اه ممكن اسئله عامه على السيشن كلها طبعا. ازاي بس نقدر نطلع فاتوره؟ كويس نقدر نطلع فاتوره ازاي؟ ده سؤال كويس. لو وقفت على الادز مانجر هينزل لي دروب داون منيو كده فيها اوبشن اسمه بيلينج. بيلينج يعني ايه؟ فوتره. اخش على بيلينج هلاقي والله الفيسبوك جايب لي كل فاتوره او كل مره هو حاسبني فيها كانت بتاريخ كام؟ خد مني كام؟ وانفويس اي دي. طبعاً كده بعد انتهاء المشروع. بعد انتهاء مده الصرف اللي هي بتبقى ايه؟ الفيسبوك بيحاسبك كل اخر كل شهر. او لما تصرف 1600 جنيه ايهما اقرب؟ حلو. تاني يبقى كل اكونت ليه سبيندنج ليميت هو حاطه، اوكي؟ الديفولت بتاعه بيبقى 1600 جنيه بالمصري او تقريبا 200 دولار بالدولارز يعني. ليه اكونت سبيندنج ليميت؟ طول ما انت بتدفع كل مره في ميعادك كل ما انت ممكن تطلب من الفيسبوك والله تقول لهم لو سمحت الليميت ممكن يبقى 3000 ممكن يبقى 6000 تكبر ليميت ليه؟ عشان ما يجيش يحاسبك في نص الشهر وبعدين انسون. كويس؟ لا هو اه زعلان جدا. اوكي المهم يعني فمن بالك هو بيجي لك منظر كده الفاتوره وبتاع وممكن تداونلود كل الفواتير او تداونلود فاتوره بعينها تدوس عليها وتدخل تقول له داونلود هيطلع لك فاتوره كده. ممكن اوريك منظرها. خليني اوريك شكل الفاتوره ممكن يبقى عامل ازاي. هي تظهر دلوقتي في الفاتوره بيبقى مكتوب فيها بيزيكلي مين البيلنج انتيتي للميدل ايست كله. البيلنج انتيتي بتاعتك هي فيسبوك المكتب بتاع ايرلندا ومكتوب العنوان. اوكي ليها اي دي معين وليها بالظبط انت صرفت على ايه والتوتال كام والفات. الفات دايما بيبقى زيرو دي حاجه كويسه ما بياخدش منك يعني الضريبه القيمه المضافه لحد دلوقتي الله اعلم قدام في ايه بس لحد دلوقتي ما بياخدهاش. فالفاتوره معلش هي بتلود بس فيبقى شكلها عامل كده بالظبط. ففيسبوك ايرلاند ليميتد. اوكي ليميتد اه اوكي فمديك العنوان الفات قيمه الفات اهو الرقم الاكونت الاي دي بتاع الاكونت ادي الفلوس انت صرفتها وصرفتها على ايه ادي التوتال دي الفاتوره. اوكي افتكر طلع فواتير من دي طول الوقت مفيش مشكله خالص. اوكي واضح. حد عنده سؤال تاني؟ اتفضل. اهو يا جماعه هو ده الاوبشن بيلينج. اوكي مساحه
حلو. مساحه تكست صوره انت تقدر تعرفها بطريقتين، يا اما انت بتحط الصوره على الفوتوشوب وتحاول تقدرها كده تعمل المربعات اللي انا بقول لك عليها دي، يا اما تقدرها بمجرد النظر، يا اما في تول في الفيسبوك انا مش فاكرها قوي دلوقتي بس تول بتعرفك التكست ان اد عامل ازاي، ممكن ادور عليها يعني، خليني ادور لك عليها بعدها، لانه هي تول بقت اوبسليت. ليه؟ التول دي كانت مهمه جدا وموجوده زمان لما كان بيبلوك الاد، فكان مهم جدا انك ايه تتست الاول. دلوقتي كده كده الاد هيرن، فانت بس حاول على قد ما تقدر قلل التكست وجرب. اوكي بس ايه تاني؟ حد كان سأل عن فول سكرين اكسبيرينس مظبوط. طيب في حاجه كده قابلتكم عشان خدتوا بالكم منها ولا لا، ان في حاجه اسمها فول سكرين اكسبيرينس. ايه دي بقى؟ طيب الفيسبوك عنده نوع اد اسمه كانفاس اد، برده نوع جديد وهو بيجربه حاليا. اوكي فدخلنا على canvas.facebook.com نقدر نعرف عنه اكتر. فلو انت دخلت انت بتعمل اد كده فعندك اوبشن تحت الفورمات بيقول لك ايه يوز فول سكرين اكسبيرينس. ايه بقى الفول سكرين اكسبيرينس؟ هي اللي احنا هنشوفها مع بعض دي. فيسبوك قال لك والله على الموبايل انا ينفع اعمل لك الاد بتاعك ياخد الفول سكرين. مشكلتنا دايما في الادز ايه؟ ان هو بيبقى واخد جزء من الشاشه صح؟ الاد بيبقى بوست، فيبقى فوقيه بوست وتحته بوست. فلا قال لك بقى والله في فول سكرين ادز دي ليه؟ عشان اليوزر ما يتشتتش، ما فيش اي حاجه تشتت، هو بيطلع على الفول سكرين زي كده اهو. الاد بالظبط بيبقى كده، فاقدر والله ادي الاد الاعلان بيطلع على الفول سكرين بتاعه الموبايل، فهو مضطر يشوف الاد، مفيش حاجه تاني ممكن تشتته، ممكن ينزل تحت في بطن يدوس يسكرول داون يشوف حاجه كمان، فممكن تحط اكتر من صوره، ممكن تحط سلايدر، ممكن تحط لينك الويب سايت، ممكن تحط له كول تو اكشن. اوكي ممكن تعمل حاجات كتير جدا. فدي ايه شغال موجود اسمه كانفاس، او هتلاقيه على الفيسبوك اسمه وانت بتعمل اد كده في حاجه اسمها فول سكرين اكسبيرينس هي دي. اوكي انا بس هو المفروض ان انا بيتحرك، فانا مستني بس اتحرك عشان اشوف شكله عامل ازاي. المهم يعني هو اشتغل دلوقتي، فتقدر تنزل لتحت فتشوف صوره تانية، يعني ده اشبه شويه بالستوريز بتاعت انستغرام. الفرق بس ان هو يقدر يتحكم بالظبط، ممكن تحط فيديو وبعدين لما اليوزر يدوس هنا اوكي هنتحط فيديو البرودكت معين، ممكن اليوزر بالظبط يدوس تحت فينزل يلاقي والله فانت ممكن تحط فيديو وكلام وكمان صوره وفيديو تاني واتش مور، ممكن تحط لينك الويب سايت. فهي فول سكرين اكسبيرينس، دي اكسبيرينس لطيفه جدا لو انت عايز ايه تعلن عن برودكت ماشينس، وكمان ممكن يقرا بقى حاجات تانيه and so on، يخش يقرا ارتكل. فهو اتس ان انتجريتد كده ايه ميثودولوجي عشان تعمل بيها اد، دي لطيفه جدا مش غاليه. اتس اوكي ليه مش غاليه دلوقتي؟ يعني فيسبوك بيحاول يبروموت بيحاول يزقها فسعرها رخيص، بس ستيل ليه في كويستشن مارك كبيره قوي على الانجيجمنت مع الادز دي، الناس بتحبها ولا ما بتحبهاش، لان خد بالك هو بياخد تايم تو لود، بيفتح فول سكرين، ممكن ناس تضايق من ده يعني، فممكن نجربه يعني. فهو ده التايب اوف اد، واضح كده هو شغال ازاي؟ بس واضح ده ايه الايدج بتاعه عن بقيه الادز، انه بيزيكلي فول سكرين، فما فيش حد هيتشتت مظبوط. في حد عنده سؤال تاني؟ اقتراحات؟ خلي اقتراحات في الاخر كده نقترحها مع بعض. اقتراحات للفيسبوك ولا ليه؟ لا للورشه نفسها. للورشه ممكن بعد ما نخلص. اوكي حد عنده اسئله تانية يا جماعه؟ حد واجهته اي مشكله؟ اي مشكله في التارجتنج، في البادجيتنج، في رننج الاد، في الفورمات، في الاوبجكتيف، في الجير؟ اوكي ايه اللي حصل؟ ناحيه برود. طيب يبقى يو نيد تو بي مور سبيسيفيك في اللوكيشنز، في الانترست بالظبط. الجمهوريه كلها لا بالظبط، يبقى ممكن تبقى مور سبيسيفيك، تحدد محافظات بعينها، تحدد حاجات بعينها. اوكي شكرا جدا يا جماعه، انا اتبسطت جدا ان شفتكم ومبسوط قوي ان انا اتعرفت عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه.